عليكم عشاق متابعي قناة عالي فلوغ، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة والأمور ديالكم مزيانة. حلقة اليوم حلقة اللي جد رائعة، اللي كتهم خوتي المغاربة وخواتاتي المغربيين والأشخاص التابعين للقطاع الغير مهيكل، يعني الناس اللي عندهم الرميد والناس اللي ما عندهمش الرميد. حلقة اليوم غادي نتكلموا على صندوق المقصة، وشنا هي علاقة صندوق المقصة بهذه الحلقة، وكيفاش غادي نوليو نستافدو من الدعم في الأيام المقبلة. لهذا كل شيء غادي نشرحه بالتدقيق. إلا كنت أول مرة كتشاهدني، هذه قناة عالي فلوك دائما كتجيب أخبار ومعلومات موثوق بها، وباش كنعزز الفيديو كنجيب لك مصدر ديال المعلومة باش أنك كتأكد وتتخرج من الفيديو مرتاح بلا ما تبقى تكتب لي في التعليق فين هو مصدر هذه المعلومة. يعني ملي كنتكلموا على الناس ديال الرميد أو الناس ديال القطاع الغير مهيكل، يعني كنتكلموا على واحد الفئة من المجتمع اللي كيتسناو الدعم وكيتسناو أي حاجة غادي تساعدهم ماديا ومعنويا باش يخلصوا الماء ويخلصوا الضوء ويفرحوا دوك الوليدات ديالهم. وانا من قناة عالي فلوغ دائما كنقلب على هاد المسائل اللي غادي تساعدكم في حياتكم ماديا وتفرحوا وليداتكم. المهم الخوت، الموضوع ديالنا اليوم هو الصندوق ديال المقصة. هاد صندوق المقصة هو واحد الصندوق اللي كيساعدوا فيه في المواد الغذائية، غادي يكونوا فيه واحد التغييرات في 2021، ولكن ملي غادي يكونوا هاد التغييرات راه بعض الاشخاص غادي يوليو يستافدوا ماديا، يعني الا زادوا في واحد المنتوجات راه غادي توليو تشدو داكشي فلوس يعني ماديا، لان عرفنا 2021 غادي تبدا التغطيه الاجتماعيه اللي فيها العديد من النقط، ولكن الموضوع ديالي ما عندوش علاقه بالتغطيه الاجتماعيه. غادي نشرح لكم صندوق المقصه باش تستافدوا. يعني كاين بعض المواد اللي الحكومه المغربيه كتمولوهم باش كيجيونا بواحد الثمن اللي رخيص، مثلا بحال السكر والزيت والبوطه. يعني صندوق المقصة ما غاديش يبقاو يوصلوا واحد الدعم كبير، ولكن هذاك الدعم اللي ما غاديش يبقاو يوصلوا غادي يوليو يستافدوا منه الناس تابعين للتغطية الاجتماعية او الناس تابعين للقطاع الغير مهيكل. يعني داكشي غادي يولي يجوز ليهم فلوس وغادي يوليو يستافدوا وغادي يوليو يشريو داكشي كما كانوا كيشريوه في الاول، وما غاديش تكون شي تغييرات كبيرة. هذا ما يعني الخوت ان 2021 غادي يكونوا اشياء اللي جد رائعه بهذه التغطيه الاجتماعيه، وغادي يتغيروا بعض القوانين، ولكن شكون اللي غادي يستافد من هذا الشيء؟ هما الناس ديال القطاع الغير مهيكل او الناس ديال الرميد، يعني الطبقه الفقيره غادي تستافدوا بشكل كبير، وما غاديش يكونوا عندكم مشاكل ان شاء الله. غادي تستافدوا من بزاف ديال الحوايج بحال الصحه والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل، كل شيء غادي يكون مزيان. الحل الوحيد الخوت نعاونوا قناه عالي فلوغ ونتفائلوا، راه كاين اشياء اللي جد رائعه في 2021. وهذه التغطيه الاجتماعيه وهذا الصندوق المقصه اللي تكلمت عليه دابا راه غادي يكونوا اشياء اللي جد رائعه، والعديد من الاسر الفقيره غادي تستافد. كنتمناكم تعاونوا هذا الفيديو باللايك والتعليق باش يوصل واحد النسبه كبيره ديال الناس ويعرفوا هذه المعلومات اللي جد رائعه اللي غادي تدخل الفرحه على الاسر المغربيه التابعه للقطاع الغير مهيكل، باش ما يجي حتى شي شخص يكذب عليكم. بغيت نقول لكم الخوت 2021 غادي تكون ان شاء الله اشياء اللي زوينه وزوينه بزاف، والله يطول لنا في العمر باش نشوفوا هذه الاشياء اللي رائعه في المملكه المغربيه. ولكن رسالتي لخوتي المغاربه واخواتي المغربيات، خاصنا اي قناه كتجيب لنا الدعم وكتساعدنا في حياتنا باش توصلنا الى الاهداف ديالنا. الا ما تفرجتيش في الفيديو ما استفدتيش ماديا، ماشي تنقول لك دخل تفرج باش تعمر الذهن ديالك. حاليا في هذه الظرفيه اللي تنعيشوا فيها ديال جائحه كورونا، يعني العديد من الاشخاص فقدوا الشغل ديالهم وما بقاوش عارفين كيفاش يدبروا على الفلوس. يعني باش غادي ندخل ليوتيوب غادي نريح ونربي عيدي ونتفرج في واحد الفيديو اللي فيه واحد نصف ساعه او ساعتين او لا 20 دقيقه، خاص كيما نسالي داك الفيديو تنكون انني عارف راسي غادي ندبر على واحد 500 درهم ديال الدعم، او لا غادي ندبر على الزيت والدقيق، ولا نخلص الماء ولا نخلص الضوء. يعني ما نبقاوش مريحين كنضيعوا في الوقت ديالنا في التفاهه وفي الاشياء اللي ما غاديش تساعدنا في حياتنا. راه كاينين بعض الاشخاص اللي كيمشيو يشجعوا التفاهه والقنوات اللي كتجيب لهم الدعم وكتساعدهم في حياتهم وكتوصلهم الى الاهداف ديال حياتهم، ما كيدخلوش ليها وما كيعاونوهاش. علاش؟ واش المشكل حنا عزيز علينا نشجعوا الناس اللي ما كيعاونوناش؟ خاصنا الخوت اي قناه غادي نستافدوا منها. انا صراحه ملي كانت الجائحه ديال كورونا وانا كنقلب على جميع انواع ديال الدعم، الحمد لله كنت متوفق واستفدوا العديد من الاسر المغربيه والعديد من النساء المطلقات والارامل والدراري اللي كيقراو، يعني الحمد لله
وريناكم بزاف ديال الانواع ديال الدعم، ولكن باقي ما وصلناش الى 10,000 مشترك. اللي صراحه كان بان ليا قناه علي فلوق تستاهل، لانه كتجيب معلومات اللي كتساعدكم ماديا. ملي كانت الجائحه بقيت معكم حتى جبت لكم الثالثه، وقلت لكم راه الثالثه غادي تجي، وكنت كنجيب لكم جميع المصادر الحكوميه، وكانوا بعض الناس فقدوا الامل في الثالثه، ولكن الحمد لله ربي ما حشمناش وشدوا الثالثه. يعني ملي شرحت لكم ان بعض القطاعات غادي يبقاو يستافدوا حتى الاخر ديال العام، الحمد لله كاع القطاعات اللي تكلمت عليهم، وفي هذا الاواخر القطاع اللي تكلمت عليه هو القطاع ديال الحفلات والترفيه والالعاب. الحمد لله راه بدا الديكلاراسيون راه غادي يشدوا شهر 9 و10 و11 و12، ولكن شهر 12 خاصهم يديكلاريو من 20 حتى 3 من شهر 1. يعني اللي كيعرف شي شخص تابع للقطاع ديال الحفلات والترفيه والالعاب، قولوا لي قول لمشغل ديالك راه من 20 حتى 3 في الشهر خاصو يكون من ديكلاري، الا فات هذا التاريخ راه ما غاديش تستافد من شهر 12. كنتمنى الخوت انني شرحت لكم هذه الحلقه بطريقه سهله وبسيطه. كان معكم اخوكم علي صاحب قناه علي فلوغ، اللي دائما كتجيب اخبار ومعلومات لما توق بها. اشتركوا عندي وعاونوني باللايك، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.